وأنت ما اسمك؟ من أين أنت؟ كم عمرك؟ أين تسكنين؟ ماذا تعملين؟ ما هي هوايتك؟ وأنت ما اسمك؟ وأنت ما اسمك؟ اسمي سارة. اسمي سارة. من أين أنت يا سارة؟ من أين أنت يا سارة؟ أنا من إسبانيا. أنا إسبانية. أنا من إسبانيا. أنا إسبانية. في أي مدينة تسكنين؟ في أي مدينة تسكنين؟ أسكن بمدينة مدريد. أسكن بمدينة مدريد. هل تتحدثين اللغة العربية؟ هل تتحدثين اللغة العربية؟ نعم، أنا أتحدث اللغة العربية قليلا. نعم، أنا أتحدث اللغة العربية قليلا، وأتحدث لغتين، الإسبانية لغتي الأم والإنجليزية. ماذا تعملين؟ ماذا تعملين؟ أنا صحفية. أنا صحفية. كم عمرك؟ كم عمرك؟ لدي 30 سنة. لدي 30 سنة. هل أنت عازبة؟ هل أنت عازبة؟ لا، أنا متزوجة. لا، أنا متزوجة. هل لديك أطفال؟ هل لديك أطفال؟ لا، ليس لدي أطفال. لا، ليس لدي أطفال. ما هي هوايتك؟ ما هي هوايتك؟ هوايتي العزف على الغيتار. هوايتي العزف على الغيتار. وأحب سماع الموسيقى. وأحب سماع الموسيقى. من هذه المرأة؟ من هذه المرأة؟ هذه سارة. هذه سارة. هي من إسبانيا. هي من إسبانيا. هي إسبانية. هي إسبانية. وهي تسكن في مدينة مدريد. وهي تسكن في مدينة مدريد. سارة صحفية. سارة صحفية. سارة عمرها 30 سنة. سارة عمرها 30 سنة. سارة متزوجة. سارة متزوجة. هواية سارة العزف على الغيتار. هواية سارة العزف على الغيتار. وهي تحب سماع الموسيقى. وهي تحب سماع الموسيقى. And you, can you present yourself? Let's try. See you in the next course. Goodbye. إلى اللقاء. أراكم قريبا. Please share and subscribe in my channel Arabic with Nawal.